بعد ما عملنا ران للملف ده عايزين نتكلم عن نقطة صغيرة جدا، هي ازاي نعمل اكسبورت لملف من او لفلور من هنا للسيف عشان نحله ده. فببساطة جدا احنا هنا ايه اللي هنحله؟ عندنا كام فلور مختلف هنا؟ عندنا التوب روف مختلف، وبعدين كل ما تحته زي بعض، وبعدين الاربع ادوار الاولانيين مختلفين، والرابع مختلف عنهم شويه لانه ما فيهوش الايه؟ الرام. بالمناسبه احنا ما خدناش لود الرام والستير في الاعتبار. فكرني لما نقول بتاخد ازاي. فاحنا هناخد اربع ملفات للبلاطات للسيف عشان نحبهم. كذلك الفاونديشن، لو احنا هنعمل المساله دي ليكشر فاحنا هناخد الفاونديشن كلها، ودي من المميزات الكبيره للتابس موديل. فببساطه جدا هو امر واحد بيعمل ده كله، ان انا باجي في فايل اكسبورت سيف موديل از فلور او سيف فلور، سيف فلور فين سيف ستوري از اي تابس، لا سيف فين فلور از سيف ده، ايوه ستوري از سيف، تمام. فبتخش في الاوبشن دوت يطلع لك الايه الديالوج بوكس. فاحنا عايزين الروف توب، ماشي سيلكت لود كيسز كلهم معايا كويس احسن، تمام. وبعدين اوكي هتسميه ايه؟ هسميه بي اي 01 توب روف، ماشي خلاص. ادي واحد راح هناك، تيجي تخش في فايل اكسبورت ستوري اس سيف، انا عايز واحد من المتكرر، خد 8 مثلا. اوكي هتسميه ايه؟ تيبيكال، ماشي تيبيكال. خد اللي بعده اكسبورت سيف ناخد اف 4، سميه اف 4. اللي بعده هناخد اي واحد من اللي تحت اف 4، اف 1 مثلا. بوديوم اللي بعده هناخد بقى ايه؟ البيز. البيز دي اللي هي اصمم بناء عليها ايه؟ الفاونديشن، تمام. خلي بالك في كل الحالات اللي فاتت كنت مختار الاختيار الاولاني اكسبورت فلور لودز اونلي. ليه؟ لان كل لود من كل واحد من دول مش معتمد على بقيه الباور. لكن في الليبشه بلازم اختار اكسبورت فلور لودز اند لودز فروم اباف، يعني حط لي الاحمال اللي جايه من فوق اللي هي احمال الاعمده كلها. فهخش هنا عشان كده هتاخد وقت اكتر شويه، و ما خدتش وقت ولا حاجه الحمد لله. فاونديشن كده انا طلعت ثلاثة فايلز في على هيئة سيف فايلز، هفتحهم من السيف واتعامل معاهم. احنا دلوقتي عملنا اكسبورت لسيف فايلز من فريتابس. تعال نفتح السيف. هنيجي نخش في فايل امبورت سيف. احنا كنا حطيناه فين؟
في الدي الكرنت في الايتابس تيوتوريال في الاكزامبلز في واحد لا في البي اي 01 اهو ما تلاقي الايه الخمس ملفات اللي احنا عملناهم الاربعه بتوع الفلورز وبتاع الفاونديشن. لو خدنا اي واحد من بتوع الفلورز الدور الثامن مثلا اللي هو دوت فين الدور الثامن تيبيكال ماشي هتلاقي بص جابهولك كده بكل ما فيه. يعني لو دخلت هنا هتلاقي السلاب دي 250 والديد لود عليها 5.5 واللايف لود 2.5 زي هناك بس. والعمود منزلهولك بكل البروبرتس بتاعته اللي انت عايزها. ده الشيل اليمنت اللي حوالين العمود وده السبرنج اللي في العمود منزل لك كل حاجه. لا يبقى فيه الا انك تعمل الران او يبقى فيه حاجه اللي هي تعرف ايه؟ الستريبس بس الستريبس عشان الديزاين يطلع. لكن ما عدا ذلك هو الكل الاستراكشرال اليمنت منقولين ليك في السيف تماما. فدي الفلورز، الفلورز بتفتحها في السيف تعرف الستريبس وتعمل رد. تيجي للفاونديشن عشان هي اللي فيها حكايه اكبر شويه. امبورت برضه سيف الفاونديشن. طبعا الفاونديشن انت عارف هو انت عامل اكسبورت للبيز. فبناء عليه البيز ما فيهاش فلور ولا حاجه، ما فيهاش بلاطه. فهو تلاقيه جايب لك نقط وجايب لك اللود. اهم حاجه في الموضوع انه جايب لك اللود. يعني انت لو عملت رايت كليك هنا هتلاقي ان دي نقطه عليها ديد لود مقدار اهو، لايف لود مقدار اهو، من كيو اكس جاي لها المقدار ده، من كيو واي جاي لها ده، من كل اللودز جاي لها. فهو جايب لك البيز باللودز بتاعته. ايه اللي ناقصك فيها عشان تبقى تحل الفاونديشن؟ ناقصك انك تحط اللبشه نفسها لو هي لبشه. فلو هي لبشه هاجي اقول له الاول ديفاين سلاب بروبرتس هسميها مثلا رافت. دي كام دور؟ قول مثلا مترين وهاخد السكنس دي 2 متر. حاجه بتتغير هنا سيبك مش مشكله. وهاجي اقول له انا عايز اضيف سلاب من النوع رفت 2000 في هذا المكان مثلا. خلاص اوكي. لو عملت فيل عشان الكلام ده يبان اتفضل. ثانية واحدة قول في اعمدة بره. سهلة، نشيل دي ونحطها تاني. طبعا لو الرفت دي فيها حتى رفرفة بتحطها، يعني انت ممكن تحطها لغاية هنا ان شئت. يعني ماشي، يبقى انت كده ايه حطيت الرفت. المهم في الاكستنسيف ايه ناقص؟ برضه ممكن تعمل ستريبس بتاعت الرفت دي. ماشي، نعمل ستريبس بسرعه كده. فيو اكس ستريب، نحط واحده هنا ونخلي عرضها متر ونعمل ريبليكيت منها في اتجاه واي على بعد متر. عددهم 40 كويسين ماشي حلوين. او نشيل الزيادة نخش على الستريب في اتجاه واي ونعمل لنا واحدة هنا كده. بعدين نعمل عرضها 1 وبرضو نعمل ريبليكيت بس ده 0 وده 1 و40 40 ماشي مش مشكلة ما كملوش. نعمل لنا كمان 5 ولا حاجة ماشي. خلاص الستريبس خلص. بس ناقص حاجة مهمة جدا بقى في الفاونديشن، هي السويل سبورت. ما هو دي لودز جاية مطرح الأعمدة، فبتضطر انك انت تخش في ديفاين
سويل سبورت، بتضيف بس السويل سبجريد رياكشن. سبجريد رياكشن ده بيبقى جاي برضو من تقرير التربه، تمام؟ فالسبجريد رياكشن اللي عندك بتضيفه هنا، وبتختار الشيل اليمنت ده وتقول له ساين سويل سبورت من النوع دوت، خلاص اصبح ان هو ايه. لو عملت ران دلوقتي هيحل لك الرافت دي ويجيب لك كل اللي انت عايزه. سويل سبورت اساين سويل سبورت للشيل بتاعه، تختار الشيل وتعمل اساين سويل سبورت. اهو ده الراجل خلص بسرعه. ده ديفورمد شيب. طبعا ديفورمد شيب في الرافت ما بيهمنيش كتير، انا بيهمني الى حد كبير الديسبلاي لل فين الرياكشنز. ايوه الرياكشن فورسز سويل بريشر، وده للوركينج هو اللي يهمني برضو. هتلاقي ان اقصى قيمه لل موجوده الناحيه دي كده، وقيمتها 600. حاجه طبعا 600 دي كتير قوي، لان هو المنشا انت عارف مايل الناحيه دي كده، اللود معظمه الناحيه دي، فعامل بريشر كبير الناحيه دي. يعني انت حتى لو قلت له لا ده مش الديفليكشن، ده الكونتاكت بريشر اللي بين الفاونديشن والصيد، تمام؟ طبعا ده معناها ان ان المفروض التربه دي تبقى بتشيل 6 كيلو جرام على سنتيمتر المربع. بس الحقيقه ان احنا يعني الحكايه دي ما بناخدهاش بهذا الشكل قوي، لان لو خدنا بالشكل ده مفيش منشا ينفع رافت، لان دايما بيبقى توزيع السويل الاستريس على السويل بيبقى بهذا الشكل، تلاقي اجزاء ضعيفه قوي واجزاء كبيره. فبناخدها حاجه كده وسط بين اللي يطلع لنا هنا وبين اللي هو يسمى الافرج، تمام؟ اللي هو يساوي مجموع الاحمال على مساحه المنشا. فبناخد ده وبنشوف دوت وبنحاول يعني ايه نوصل لحل. يعني انت ممكن انا برضو من الرياكشن فورس لو جيت قلت ايش دي؟ السويل بريشر نتيجه الوركينج برضو، بس لو قلت ان انا من عايز من زيرو ل 300 مثلا، لو كان الـ الـ الفلور عندك الارض بتشيل 3 كيلو على السنتيمتر المربع، هتلاقي ان كل الحته البيضة دي اكثر من 300، فتبقى 300 دي مش ناحيه، تمام؟ اذا يبقى احنا في الغالب يعني ان الشكل ده هنحتاج له ايه؟ نحتاج له بايز، وده طبيعي لان دي 25 دور او حتى 27 28 دور، فتحتاج بايز. في حاله البايز هاجي هنا انا عايز دي تبقى بايز، سيبك من هنا هقول له اساين سويل سبورت مفيش نان اهو، وابتدي احط البايز. البايز دي بعرفك اسبرينج، يعني سبرينج بجيب الكيب بتاعته برضه بطريقه ما واحطه في الاماكن اللي انا عايز احط فيها البايز، وبحل نفس الشكل. هو الشكل ده ميزته انه جاب لي من الايتابس اللودز اللي على النقط دي، ودي طبعا يعني حاجه كنت بدوق فيها اصلا عشان اوصل. فيبقى انا ممكن اعمل اكسبورت وامبورت بسهوله من الايتابس للسيف.